السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. لا تزال ردود الفعل تتوالى على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته المشؤومة في تهويد فلسطين ومسخ دولتها المزعومة وتقديم دولة بلا شعب ولا أرض ولا ميناء ولا جو ولا غيره ولا شيء للشعب الفلسطيني. بينما رحبت دول عربية بهذه الصفقة بشكل أو بآخر، وتحفظت دول عربية أخرى، وجدنا أن هنالك سفراء لدول عربية شاركوا في هذا الإعلان وفي هذا الاحتفال الذي أقامه ترامب هو وربيبه نتنياهو، واللذان يواجهان كما تعلمون قضايا كثيرة في بلدانهم كل على حدة. طبعا بالنسبة لنتنياهو البلد المحتل فلسطين. المشاهدين الكرام، حديثنا الليلة ليس في هذه التفاصيل لأن البرامج المختصة تحدثت بها كثيرا، ولكن نحن نتناول دور المسلمين في العالم، الأمة الإسلامية ودورها أمام مثل هذه الصفقات وأمام مثل هذه المؤامرات، مع علو صوت من يقول أن الفلسطينيين كلما قالوا لا يخسروا، وأنه يعني خلاص تعبنا من هالقضية وخلاص بكفي، وأنه إحنا مصلحتنا نعمل علاقات مع دولة الاحتلال لنواجه الخطر الإيراني. في ظل ارتفاع مثل هذا الصوت، في ظل تصاعد مثل هذا النفس، ماذا ينبغي للمسلم أن يفعل وهو يعلم أن هذه الأرض منصوص على بركتها والواجب نحوها في كتاب الله تبارك وتعالى؟ ولا هاي كمان مسألة فيها نقاش، بدنا نتحدث بالتفصيل مع فضيلة الشيخ عمار علي ولد سالم الشنقيطي، حياكم الله، أستاذ القضاء وعلوم الحديث في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وإمام مسجد دار الرعاية، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، حياكم الله. حياك الله أخي عدنان، وحيا المشاهدين جميعا. كرمك الله. يعني يبدو أنه بدنا نرجع للسؤال التقليدي، هل فعلا فلسطين أرض وقف إسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل وراثتها لمن يشاء من عباده، والله سبحانه وتعالى أوجب الأخوة بين المسلمين، وأوجب النصرة بين المسلمين، وأوجب التعاطف بين المسلمين، وأوجب المحبة بين المسلمين. فالتعاون بين المسلمين هو شيء واجب شرعا، فالله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون هم جسد واحد، واعتداء على أي أرض إسلامية هو اعتداء على جميع الأراضي للمسلمين، لا سيما المقدسات. القدس هي مدينة مقدسة إسلامية، مدينة إسلامية مقدسة، وفيها المسجد الأقصى الذي هو ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين، صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما صلى إلى المسجد الحرام. إذا نظرنا إلى صلاته في مكة حتى قبل أن تفرض الصلاة، وإلى صلاته إليه في المدينة حتى بعد الهجرة، صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا وهو يصلي إلى المسجد الأقصى، وقال صلى الله عليه وسلم إن الصلاة فيه تعدل الصلاة ب500 صلاة في المسجد الأقصى. فكيف يمكن أن نتنازل عن المسجد الأقصى؟ فتنازلنا عن المسجد الأقصى يعني تنازلنا عن عقيدتنا، تنازلنا عن ديننا، تنازلنا عن أرضنا، عن مساجدنا. المساجد لها مكانة كبيرة في الإسلام، ولها مكانة كبيرة في الدين، لأنها وقف وملك لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التهاون في حتى إغلاق المسجد، حتى غلقه فقط، أو حتى إهانة المسجد، أو حتى التحقير من شأن المسجد. أي مسجد؟ أي مسجد.
أي مسجد لا يجوز التحقير من شأنه. فكيف قد يفهم الطرف الآخر أنه لا خصوصية للأقصى ما دام أنه أي مسجد؟ كيف لا خصوصية للأقصى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ هذا عين أن هناك خصوصية للمسجد الأقصى، المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى. فهذا يعني أن هناك خصوصية إسلامية في الدين تخص المسجد الأقصى، وأنه جزء من العقيدة الإسلامية وأنه جزء من الدين، ولا يجوز لأي مسلم أن يتخلى عن هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وفي الصلاة فيه، من استطاع أن يصلي فيه أو أن يذهب إليه يصلي فيه فليصلي فيه، ومن لم يستطع فليسترجع إليه زيتا يسترجع فيه. وقال صلى الله عليه وسلم أنه من لبى من المسجد الأقصى بالحج وغفر له ما تقدم من ذنبه. من بدأ بالتلبية بالحج من المسجد الأقصى وغفر له ما تقدم من ذنبه. والآية التي في بداية سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهو جزء من الهوية الإسلامية وهو جزء من العقيدة الإسلامية وهو جزء من الدين. رضي بذلك من رضي من المسلمين أو من غير المسلمين وكره من كره، فهو مسجد إسلامي والقدس هي مدينة إسلامية بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بتشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالقرآن، فهي جزء من عقيدتنا ومعظمة مقدسة في نفوسنا. القدس والمسجد الأقصى شيء معظم في النفوس ويجب تعظيمه وتقديسه. كيف كان هذا التعظيم وكيف كانت هذه الخصوصية في كتاب الله تبارك وتعالى؟ عندما نص القرآن على هذا المسجد، ألا يعني هذا أن له قيمة؟ عندما يذكر في القرآن، هل ذكره عبث؟ القرآن منزه عن العبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، فذكره في المسجد في القرآن الكريم، وحتى التلفظ بكلمته يتعبد بها، التلفظ بالمسجد الأقصى هذه يكتب عليها الأجر بكل حرف 10 حسنات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا يعني أنه له خصوصية عظيمة جدا في الدين، وله خصوصية عظيمة في الإسلام، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه بالأنبياء، وعرج به، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منه، وفيه قبر الصحابة ما زالت موجودة حتى الآن، قبر عبادة بن الصامت وشداد بن أوس، وكان فيه العلماء وبعد ذلك الذين كانوا فيه مثل عبد الغني المقدسي ومثل غيره من العلماء الذين عاشوا هناك في هذه المدينة، وما زالت هذه المدينة تعطي من العلماء حتى الآن، ومنهم الآن شيخه هو إمام المسجد الأقصى دكتور عكرمة الصبري حفظه الله تعالى، الذي عزل الآن عن الإمامة في المسجد الأقصى تمهيدا أو كجزء من صفقة القرن. فهذا المسجد هو للمسلمين ومعظم في نفوس المسلمين، هو المسجد رقم 3 بالنسبة للمسلمين بعد المسجد الحرام وبعد المسجد النبوي وبعد المسجد الأقصى. فأي تنازل عنه أو أدنى شك أو أدنى ذرة في أننا يمكن أن نتنازل عن المسجد الحرام أو أننا يمكن أن نسمح فيه أو أننا نرضى بالتنازل عنه، هذا يعني تنازلنا أيضا عن المسجد النبوي وعن المسجد الحرام، فهما بنفس الدرجة. هناك من يقلل من شأن هذا الأمر أو هذا التعبير بصفقة القرن ويقول أنها يعني مشروع يطرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يجلس الطرفان على مائدة التفاوض ويكون بينهما شيء يتفاوضان عليه. لا، هو للأسف صفقة القرن هي إهانة للمسلمين جميعا وتحدي لجميع المسلمين، ليس فقط للمقدسيين ولا للفلسطينيين ولا، بل هي تحدي لجميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا. أن وللأسف بسبب ضعف المسلمين وتخاذلهم وتشرذمهم وضعفهم أنهم لا حول لهم ولا قوة، لأنهم ليست عندهم قيادة حقيقية يمكن أن يعتمدوا عليها. فالمسلمون للأسف في هذا الزمن ما عندهم قيادات ولا عندهم قيادات يمكن أن تقوم على شأنهم وأن تقوم على أمورهم العامة. لكن هذا لا يعني التنازل عن المقدسات، ولا يجوز لأي مسلم في أي مكان من العالم على أي وقعة من الأرض أن يتنازل عن المسجد الأقصى ولو للحظة ولو حتى يفكر في ذلك، لأن هذا جزء من الدين وجزء من العقيدة. فتنازله عنه يعني تنازله عن عقيدته وعن إيمانه وعن مقدساته. الإنسان مقدساته والأشياء التي يعظمها في دينه، فهذه من أحب الأشياء إليه ومن أعظمها عنده. فكيف بالمساجد؟ نحن المساجد لا نرضى فيها برفع الصوت ولا نرضى فيها بأن يفعل بها ما لا يليق بها، بل هي معظمة ومنزهة، والله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله
فهو خير له عند ربه. وأي شيء أعظم من المساجد وفضلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب البقاع إلى الله في الأرض المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق. المساجد بالنسبة للمسلمين هي شيء عظيم وشيء مقدس وشيء من الشعائر الظاهرة التي على وجه الأرض التي يراها المسلم ويشعر فيها بالراحة ويشعر فيها بالرحمة ويتعبد فيها لله سبحانه وتعالى، وتتنزل فيها الملائكة ويقرأ فيها القرآن ويذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن يتنازل عنها، أو كيف يمكن للمسلم أن يسمح فيها أو أن يعطيها لغيره حتى يملكها؟ طبعا لا يمكن هذا أبدا. وكذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما نزل، عندما جاء إلى القدس أهلها هم الذين سلموها إليه ورضوا به وعرفوه، وكانت أماراتهم موجودة عندهم وكانوا يعرفونها، فعرفوا أن هذا الرجل هو الذي سوف يكون عليه على يديه، أو أن هذا القدس سوف يفتحها هذا الرجل وسوف يحكم فيها بالعدل، وهذا بكتبهم وبشريعتهم. طب بالإشارة إلى الفاروق عمر بن الخطاب وما يرتبط بدخوله لبيت المقدس، هناك من يقول أن الفاروق عمر جعل أرض فلسطين أرض وقف. حضرتك لم تشر إلى ذلك، أشرت أنه جاءت في القرآن الكريم والحديث الشريف: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ماذا عن مسألة الوقف؟ هل هي مسألة مختلف فيها يعني؟ لا، الوقف هو وقف لله سبحانه وتعالى، وهو ملك لله سبحانه وتعالى، والوقف لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز التصرف فيه، لا يباع ولا يشترى ولا يعطى ولا يهب، بل هو وقف باق على جميع المسلمين وملك لجميع المسلمين. هل هي وقف؟ هل هي أرض؟ نعم، وقف؟ هي أرض وقف، هي أرض موقوفة، والمساجد كلها وقف. إذا نظرنا إلى المسجد الأقصى لوحده فهذا لله سبحانه وتعالى، لكن القدس كمدينة القدس لأهلها، ووثيقتها ما زالت موجودة حتى الآن، وما كتبه عمر رضي الله عنه لأهلها، وأنه لا يعتدى عليهم، وأنه يبقى لهم كنائسهم وتبقى لهم جميع حقوقهم. هذا عهد أمان ولا عهد إيقاف؟ ما زال موجود. هذا عهد أمان، يعني الوثيقة العمرية. نعم. هل هي عهد أمان أم هي عهد وقف أم الاثنين معا؟ هي عهد أمان لغير المسلمين، هي عهد أمان لغير المسلمين. أما المسلم، أما الأرض بحد ذاتها فهي وقف ولا يملكها أحد، ولا يستطيع أحد أن يأخذ القدس ويبيعها، بل هي أرض موقوفة، ومن يملك فيها شيئا، من يملك فيها شيئا فهو يملكه بما كان يسكن فيه. فلا يجوز لأحد، مثلا لو أراد حاكم أن يبيعها، أو أراد حاكم أن يعطيها، أو أراد حاكم أن يهبها، أو أراد حاكم أن يتنازل عنها ويعطيها، فهذا لا، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. هي أرض وقف وملك لجميع المسلمين. هل هذا مرتبط بالعبارة الشهيرة للسلطان عبد الحميد الثاني أن أرض فلسطين ثمنها دم 600 مليون مسلم حسب عدد سكان العالم في حينه من المسلمين؟ نعم، هذا إذا نزعنا منها المسجد الأقصى، هذا إذا كان أرض بدون المساجد، لأن المساجد لا تقدر بثمن ولا يملكها أحد ولا يستطيع أحد أن يتصرف فيها، وهي كذلك لا تقدر بثمن. المسائل المقدسة والمسائل المعظمة والشعائر لا تقوم وليس لها ثمن، لأنها تقويمها يعني أن يعني تقويم الدين وتقويم العقيدة وبيعها، فهي لا تقوم، فهي ملك لله سبحانه وتعالى، والذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى، وهي أرض باركها الله سبحانه وتعالى، وفيها قبور الأنبياء، فيها قبر إبراهيم عليه السلام، وفيها قبر إسحاق، وفيها قبر سارة، وفيها قبر يعقوب عليه السلام، ويوسف بعد ذلك نقل إليها، وكذلك أيضا كثير من الأنبياء توفوا هناك، فهي أرض مقدسة وأرض معظمة. يعني رغم كل هذا الحديث عن التقديس، إلا أن ما نقرأه أحيانا من البعض ومن بعض الكتاب وبعض ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يا إما هؤلاء جهلة، يا إما أن هؤلاء حمقى، يا إما أن هؤلاء لا مغرضون ومتآمرون، يكتبون عن القدس وفلسطين بطريقة سخيفة جدا، بل ومؤذية، بل هي أقرب لرواية الاحتلال. من هؤلاء ولماذا يكتبون بهذه الطريقة؟ ماذا فعلت لهم فلسطين؟ نعم، وهذا يعني ما يحزن للأسف، أن هناك من يقول: لماذا لا نحل المشكلة وتنتهي المشكلة ونتنازل ونستسلم؟ ويقولوا إنهم دعوا للسلم، فينبغي نحن كذلك أن ندعو أن نستسلم وأن نوافق على جميع الشروط من باب السلم. هذا لا يعني
مسالمة، هذا استسلام، هذا لا يعني مسالمة. نحن مع السلم ونحن ضد العنف بجميع أشكاله وبأي وجه كان، ولسنا مع العنف ولسنا مع الظلم لأي أحد كان، سواء كان مسلما أو غير مسلمين. ندعو إلى الأمن لجميع الناس، وأن يؤمن جميع الناس، وأن لا يعتدى على أحد. لكن أيضا كذلك لسنا ضد الظلم في أن الأرض تنهب وأن الأرض تغتصب وأن المقدسات يعتدى عليها وأن المساجد يعتدى عليها وتحرق أو أننا نتنازل عنها. فالله سبحانه وتعالى نعم قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن الله سبحانه وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالجنوح للسلم ليس هو الاستسلام. فالمسلم ينبغي عليه أن المسلم عنده كرامة، والمسلم ينبغي عليه أن يحافظ على مقدساته، أن يحافظ على مساجده، أن يحافظ على عبادته وعلى شعائر دينه، ولا 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 يسمح بذلك. نقف عند هذه النقطة قليلا، بس أستأذنك أخذ نور الدين من المغرب. تفضل يا نور الدين. السلام عليكم أخي عدنان. وعليكم السلام. الصوت بعيد قليلا، إن شاء الله أني أسمعك الآن بشكل أحسن. تفضل يا نور الدين. ونحن كشعوب عربية نحن ضد هذه صفقة العار يا أخي، ولكن هل تريد مني الصراحة يا أخي عدنان؟ يا أخي والله العظيم بكثرة الخيانة لهذه الحكام أصبح الشعوب لا تهتم يا أخي، فقط كرة القدم، حفلات يهتمون بالتفاهات يا أخي. أنا أصبحت أتكلم في السوق، أنا أذهب إلى السوق وأبيع واشتري وأتكلم مع الناس، فأصبحت كأنني أحس بأني وحدي يا أخي. الناس لا يهتمون، الإعلام مغيب. ذهبت إلى المساجد عند المسجد وتمنيت لو يتكلم عن القدس، المساجد لم تتكلم عن القدس في الخطبة يا أخي، ما زالوا يتكلمون عن الوضوء يا أخي. يا أخي والله العظيم أقول لك الصراحة، لا نبقى نضحك على أنفسنا، نحن نغيب قضيتنا يا أخي. النخبة العلماء كلهم مقصرون يا أخي، لا يتكلمون والله العظيم يا أخي، دمنا يحترق والله العظيم. هذا نور الدين، أنا أدرك يعني صدقه وأتفهم حرقته والحشرجة التي في صدره. يقول لك الأمة غائبة، يعني الأئمة في واد والأمة في واد، خطباء الجمعة في واد آخر تماما، الناس أبدا يعني مشغولة بمطحونة بحياتها العادية، مسحوقة في حياتها العادية بشكل فوق ما نتصور. لا شك أن الغائب الأكبر هو الحكام والمسؤولون المسؤولون عن الشعوب، أما الشعوب فهي حية وما زالت تشعر بأن القدس أنها مسلوبة وأنهم أنها منزوعة منهم. أما الحكام فإنهم غائبون، ولا إما من يريد منهم أن لا يتكلم في الموضوع أصلا، وإما من يداهن وإما من يوافق، لكن الشعوب ما زال فيه الخير وسوف يبقى فيه الخير إلى يوم القيامة. وأطمئن نور الدين وأقول له أن القدس سوف تبقى إسلامية وسوف تكون إسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن هذا ابتلاء واختبار للناس، من يقف منهم مع الحق، وخصوصا الأئمة والخطباء، من يقف منهم مع القدس ومن لا يقف معها، من يتكلم عليها أو من لا يتكلم عليها، من لأنه الآن القدس هي ميزان للحكام وللأئمة وللمسلمين، من يقف معها ومن لا يقف معها، من يتنازل عنها ومن لا يتنازل عنها. أستأذنك معنا عز الدين من الجزائر. تفضل يا عز الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام والسلام وصولي ضيفك الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نقول الأستاذ نور الدين المتصل من المغرب، نعم، يخصنا رجال كأمثال محمد محمد الخطابي، محمد عبد الكريم الخطابي، وأمثال الشيخ والشيخ اللي راه عندك أمثال يوسف بن تشبين وأبو بكر اللمتوني، الذين ندرسوا تاريخ دولة المرابطين. سبحان الله، تاريخ زاهر، وكيف كان جهاد المرابطين في الأندلس وحرروا الأندلس وأبهروا العالم بالحضارة الإسلامية. طب ما هو سؤالك إذن في هذا السياق؟ أخي الكريم، شوف، يقول لك كلمات الشامي، يقول لك
ثبت العرش ثم انقش. شوف نعطيك كلمة نظرية لمالك بن نبي الجزائري، يقول لك البطولة لا تصنع ثورة، وإن مسار الثورات ينتهي بمسار البطل. أما كاين نعطيك بيت من إليادة الجزائر لمفتي زكريا، شاعر الثورة الجزائرية، يقول متى نزلت ثورة من السماء نزول المسيح عليه السلام. خليك في هذا البيت هذا، شوف إذا ذكرت ثورة يقابلها الثورة المضادة، وإذا درسنا التاريخ فتجد أن قتلة الأنبياء هم كانوا بني إسرائيل، والضيف تاعك راهو متفقه أكثر مني ويا عنده إلمام بالدين، بني إسرائيل كانوا أعداء الأنبياء. ما هو أنا آسف عز الدين، ضروري أوصل معك لسؤال. دقيقة أنا جاي دقيقة، أعطيني مهلة من الوقت. شوف لأنه هو البرنامج، لاحظ، ليس برنامج طرح آراء، البرنامج هو البرنامج الفتاوى. إذا كان في سؤال تريد أن توجهه للشيخ ممكن أقبل مقدمة قصيرة، لكن أنت أطلت أخي، المعذرة، وفي ناس على الهاتف. دقيقة أستاذي الكريم سي عدلان، شوف كاين هذا، احنا الفهم ورغم هذا هو بكمن نقولوا لقلب الحديث. شوف هذه المنابر الاسلاميه ما عندهاش تدخل في هذه صفقه العصر. انا اعطي سؤال لهذا الشيخ، اذا هذه صفقه العصر دينيه او سياسيه؟ هذا هو المفهوم، هذا هو الصح. حنا المنابر الإسلامية في الجمعات، فهذا نقول هذا المداخل تاع هذا المذهب المدخلي، هل يتطرق لهذا؟ تمام يا عزيزي، يعني أحاول أن أصل إلى فكرة مما قلت وأشكرك. أذهب إلى أبو وليد من الأردن، تفضل يا أبو وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هذه الثورة الإسلامية بشكل عام والعربية بشكل خاص على صفقة الكرة التي هي تنازل أو من أمريكا عن القدس الغربية والقدس الشرقية لكي تكون موحدة وعاصمة لدولة الكيان الإسرائيلي. نعم. بينما الزعماء الدول العربية بواسطة وزراء الخارجية الذين اجتمعوا قبل يومين هم ثاروا ضد صفقة القرن، ولكن لم نجد هذه الثورة نفسها أثيرت على أن الزعماء العرب يريدون قدسا عربية وقدسا يهودية وثلاث أرباع فلسطين لليهود والربع الباقي إن كان بقي ربع للدولة الفلسطينية. أليس هذا تنازل عن دينهم وإسلامهم أيضا؟ نعم. حينما يثور يعني لهذه أنت تقول إنه أليس ما يقوم به حكامنا حتى بدون صفقة القرن فيه تنازل. نعم. كبير جدا. سؤالنا لك يا أبو وليد الآن، وقد دخلت صفقة القرن صارت الأمور أكثر سوءا، ماذا تريد من فضيلة الشيخ، الزاوية التي يسلط الضوء عليها؟ أن فلسطين كلها أرض إسلامية من أولها إلى آخرها، ولا يجوز التنازل عن شبر منها إلى الكفار أيا كانوا، سواء كانوا يهود أو غير يهود، وأن تحرير فلسطين واجب على المسلمين، ولا يكون هذا التحرير إلا بقوة وجيش إسلامي. على كل إن إحنا ما حندخل بهذه التفاصيل، لكن نعم. الفكرة منك وصلت يعني أستاذ أبو وليد وأشكرك. أذهب إلى أحمد من تونس. السلام عليكم خير. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أقول لفضيلة الشيخ. نعم يسمعك. بماذا قهرونهم؟ بالتكنولوجيا والسلاح، السلاح والتكنولوجيا. أنتم يا مشايخ العالم الإسلامي، أتابع صلاة الجمعة في كل المساجد في كل الدول، ولا شيخ واحد حرض على التكنولوجيا والصناعة وتطوير الأسلحة التي نقاوم بها هؤلاء العداء. الآن الدنيا قائمة ولم تقعد على فضيلة شيخ الأزهر، لأنه تحدث عن هذا الأمر واتهم الجامعات والأكاديميين بسعيهم لتجديد الخطاب الديني على حساب القيام بواجباتهم العلمية والأكاديمية، واستشهد شيخ الأزهر كيف إنهم في الجامعة اللي فيها تخصصات فيزيائية وهندسية لم يستطيعوا صنع إطار سيارة. يعني هل المشكلة يا أخي الحبيب إنه العلماء والمشايخ إذا طلبوا إنه التكنولوجيا تسير راح يصير في اهتمام بالتكنولوجيا، وحكوماتنا لا تخصص أي موازنات لهذا الأمر؟ مشايخنا يا أخي الحبيب يا أحمد، مشايخنا
يطلبون من من الشعوب أن تختار حكاما أطهار نظيفي اليد حتى لا يسرق المال، لأنك لو خصصت 100 مليون للتكنولوجيا وكان الحاكم فاسد راح يسرقها. دور العالم الثقة إنه يشجع الناس، يقول لهم اختاروا الإنسان الأمين، اختاروا الإنسان الصادق. إذا إجا الإنسان الصادق تنحل المشاكل الأخرى. أما إحنا بدنا نطلب من الداعية أو العالم يطلع خطابه على المنبر بيان حكومي أو بيان وزاري ويعمل خطة للدولة ويهتم بالمواصلات ويهتم بالبيئة ويهتم بالنقل ويهتم بالأكل ويهتم بفيروس كورونا ويهتم. ما بيستطيع. ما أريده أن أقول أن في المستقبل كل مسجد يبنى بجانبه مختبر علمي، وإلا سنغرق وسنذهب وسيمحوننا من هذا العالم. تعرف شو راح يعملوا لو عملت المساجد هيك؟ راح يقول لك شوفوا المشايخ الإرهابيين عم بيعملوا مصانع كيماويات وبدهم يعملوا متفاوت. يا أستاذ، وبعدين يجوا الأمريكان يقصفوا المسجد. لن يقولوا في المستقبل فينا أي خير، سوف يقولوا إرهابيين قتلة. لكن الحكمة مهمة. على كل فكرتك وصلت، وأنا لا أريد أن أفرض إجابتي، فضل الشيخ له كل الحق أن يجيبك بما يراه الأنسب. لكن دعني أقف أولا شيخنا مع عز الدين من الجزائر، عز الدين يذكرنا بيوسف ابن تاشفين وبدولة المرابطين. ما الذي يمنع أن يكون فينا صلاح الدين آخر، أن يكون فينا يوسف ابن تاشفين آخر، أن يكون فينا عبد الكريم خطابي آخر؟ طبعا هي الأمة لا تبقى دائما فيها الخير، لا نقول أن الأمة أنها لم يبقى فيها خير أو أنها انقرض منها الخير، لكن من الذي سيصلح، من سيتولي القيادة؟ صلاح الدين لم يأتي فجأة وجاء هكذا وصار قائدا صالحا، لا. صلاح الدين كانت له بدايات، وكانت له حركات قبل ذلك. قبله كانت العائلة الزنكية، كان نور الدين زنكي وكان غيرهم قبل صلاح الدين، فهم الذين أهلوا لوجود صلاح الدين واتخذ الأسباب كذلك الصالحة. فالقادة المسلمين لا يمكن أن يخلو زمان من وجود فئة صالحة ومن وجود أناس صالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الخير باق في هذه الأمة إلى يوم القيامة. لكن من الذي سوف يتولى المسؤولية من المسلمين الصالحين؟ هذه المشكلة. أن إذا كان هناك مسلم صالح يستطيع أن يتولى أو أن يقود المسلمين قيادة صالحة أو أن يكون في مركز صالح أو أن يكون في أي مسؤولية يصلح فيها، فإنه لا يسمح له بذلك ولا يعطى ذلك، بل يمنع من ذلك وتوضع له العراقيل وغير ذلك من الأشياء. فبالتالي القادة الإسلاميين القادة الإسلاميين هم رمز لحركة معينة أو رمز لفترة معينة، وجاءت قبلهم إرهاصات أدت إلى وجودهم في الحكم، سواء كان يوسف المتاشفين، سواء كان صلاح الدين الأيوبي، سواء كان غيرهم من المسلمين أو حتى قطز أو غيرهم. لكن المسلمون الآن فعلا يحتاجون إلى قائد، لأن ما عندهم قيادة حقيقية صالحة حتى تستطيع أن تقود المسلمين قيادة صالحة وتقوم على شأنهم، فيحتاجون إلى قيادات صالحة تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، تسير البلد تسير صالح. بقول لك نعم، اتصل بهم إلى هذا. أبو وليد من الأردن بقول لك ما هو هؤلاء أصلاً الحكام الحاليين متنازلين عن 3/4 فلسطين، والآن المشكلة إنهم بتفاوضوا على الربع الأخير. يعني هم الحكام أصلاً، الحكام المسلمين ما يستطيعون التفاوض أصلاً، ما عندهم، لا يستطيعون التفاوض أمام ترامب، لا يستطيعون التفاوض، فهم ضعفاء أمامه، وليست عندهم أوراق قوية يستطيعون أن يدافعوا بها، يستطيعون أن يفاوضوا عليها. حكام العرب ضعفاء جداً ولا حول لهم ولا قوة، فلا يستطيعون أصلاً التفاوض على أي شيء، وهذا لضعفهم وخيانتهم لشعوبهم وعدم تطبيقهم لشرع الله سبحانه وتعالى وعدم رعاية مصالح شعوبهم والقيام على شأنها. فليست عندهم أولاً شعبية حقيقية حاضنة لهم، ويعني شعبية حقيقية صالحة، فليست هناك أصلاً عندهم أوراق يستطيعون أن يفاوضوا عليها. أرض فلسطين هي الآن أعطاها ترامب لنتنياهو. أنا لست ضد اليهود، اليهودية هي ديانة مشروعة، ولا
أدعو إلى اضطهاد اليهود في أي جزء من العالم ولا حتى في فلسطين ولا أي شيء مكان، لكن ضد الظلم، أن يظلم أي شخص كيف كان، لو كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو بأي ديانة كان، أن لا يظلم وأن لا يعتدى عليه ولا على أرضه ولا على مقدساته، سواء كان مسلما أو سواء كان نصرانيا أو سواء كان يهوديا. فالمقدسات لها حرمة ولها قيمة في نفوس الناس، سواء كانت كنيس أو كنيسة أو مسجد. فلا يجوز الاعتداء على المقدسات، ولا يجوز الاعتداء على أراضي الناس ولا على بيوتهم ولا على دورهم، ولا هدم بيوتهم عليهم واغتصاب أرضهم وإعطائها لأشخاص آخرين، بغض النظر عن الديانة كيفما كانت. نحن نحترم جميع الديانات في بقاع الأرض كلها، لكن الظلم هو الذي نقف أمامه. أحمد من تونس يقول أن الخطباء لا يتحدثون عن التكنولوجيا ولا يطالبون الأمة بالاهتمام بالتقنية، ولذلك سنبقى متخلفين. كيف لا يمكن الخطباء يتكلمون عن التكنولوجيا؟ نحن ندعو إلى التكنولوجيا وندعو إلى التعلم بجميع أنواعه، ندعو إلى أن الأمة تنهض وإلى أن تكون عندنا مصانع وتكون عندنا جامعات وتكون عندنا مراكز وتكون عندنا مختبرات ويكون عندنا كل شيء. من يقول هذا ومن يقف ضد هذا؟ هذا لا يقف أمامه شخص سوي. نحن ندعو إلى قوة المسلمين، وندعو إلى قوة الشعوب كيفما كانت، وندعو إلى قوة الاقتصاد، وندعو إلى قوة السلاح وإلى اتخاذ الأسباب وأن الدولة تكون قوية. لكن هذه ليست مسؤولية الخطباء وليست مسؤولية الأئمة، هذه مسؤولية من يسير البلاد. هل يخصصون ميزانية لهذا أم لا يخصصون ميزانية؟ هل الميزانيات التي تخصصها الدول العربية أو الدول الإسلامية للبحث العلمي أو للمختبرات أو للصناعة وغيرها هي تكاد تكون منعدمة 1% أو 2% أو غير ذلك؟ فبالتالي لا بد أن نحن ندعو إلى هذا، بل بالعكس، بعكس ما قاله هو، نحن ندعو إلى التقدم وندعو إلى التكنولوجيا وندعو إلى التطور وإلى التعلم بجميع أنواعه وإلى التقنيات. لكن كما أشرت حضرتك هذه ليست وظيفة الإمام بشكل ليست وظيفة الإمام. أستأذنك معنا توفيق من سويسرا، تفضل يا توفيق. عبد الله من فرنسا، تفضل يا عبد الله. أحدنا، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، وحييكم بتحية الإسلام. مرحبا. وحياكم الله أنتم وفضيلة الشيخ وكل المستمعين والإخوة العاملين على الخطوط، وبياكم وجعل الله إن شاء الله الجنة مثوايا ومثواكم. سؤالي الكريم سؤالي إليكم في موضوع هذه الحلقة فيما يسمى بقضية القرن هذه، والسؤال موجه إلى فضيلة الشيخ وإلى كل علماء هذه الأمة الشرفاء وإلى كل من يصعد إلى منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنا لمحاجوكم أمام الله في هذا السؤال. سؤالي إليكم، فأنتم حفظة هذه الأمة وسدنتها، وأنتم ملح هذه الأرض، وأنتم وصلاح هذه الأمة بمنوط بين أيديكم. سؤالي إليكم فيما يسمى بصفقة القرن هذه، بخصوص ذلك الكيان اللقيط، الكيان الصهيوني المسمى زورا وكذبا وبهتانا بإسرائيل وعلى نبي الله ونبينا أفضل الصلاة والسلام، ما هو حكم الشرعي لكل مسلم يعترف بهذا الكيان ويتعامل معه على جميع الأصعدة الاقتصادية أو العسكرية، أو يزوره أو يعترف به؟ هل ما زال، هل هذا مخرج من ملة الإسلام أم ما زال مسلم، مع العلم أن تولي يوم الزحف يعتبر كبيرة والعياذ بالله؟ فما بالك مع ما كنت خائن وعميل سواء أيا كان، سواء كان فردا أو كان نظاما أو دولة، فهل هو مخرج من الملة أم لا؟ وبارك الله فيك. تمام، أشكرك يا عبد الله في مسألة تولي يوم الزحف وإسقاطاتها على البعض كما أشار عبد الله. هو دولة إسرائيل الآن هي دولة احتلال، وهذا حتى باعتراف الأمم المتحدة أنها دولة احتلال. وبالنسبة للمسلمين فهم لا يعترفون بهذا الاحتلال، وما داموا لا يعترفون بهذا الاحتلال فهم لا يجيزون الذهاب إلى إسرائيل، لأن الذهاب إلى إسرائيل هو رضا بهذا الواقع واعترافا بهذا الواقع وهذا الاحتلال الغاشم الواقع على أرض المسلمين وعلى مقدساتهم وينتهك أرضهم وعرضهم. فزيارتهم في هذا الوقت هي اعتراف بهذا الكيان، لأنه إذا دخل هناك سوف يكون مجبرا على احترام القوانين، ويكون سوف يكون مجبرا على احترام هذا الكيان. والأمر في هذا راجع إلى المسلمين هناك، فالمسلمون في هذه الأرض موقفهم هو أن هذا الواقع هو واقع احتلال، وأنه لا يجوز الرضا به ولا يجوز الرضوخ له، ونحن تبع لما يطلبونه من المسلمون في 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 تلك البلاد. نعم. وموقفهم أنه أن هذه الحكومة هي حكومة احتلال، وأنه الآن لا يجوز زيارة
فلسطين في هذه الفترة. معنا أبو شريف من هولندا، تفضل أبو شريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لك أستاذ عدنان وتحياتي للشيخ. الله يحييك. نعم. سؤالي للشيخ، لماذا لم يتحد العلماء ويقول كلمتهم يعني في هذا المجال، يعني في صفقة القرن، ويتبرؤون من هؤلاء العصابة الذين حضروا مع المجرمين، يعني المجرمين الذين حضروا مع هذه الصفقة العار؟ كويس، حاضر. نعم. سؤال آخر. سؤال ثاني. لماذا لم يخصصوا يوما واحدا يعني في الشهر أو في العام مثلا للتظاهر ضد هذه الإجرام؟ حاضر. الإجرام الصهيوني. نعم. شكرا لك، شكرا يا أبو شريف، شكرا جزيلا لك. سؤال أبو شريف الأول، لماذا لا يعلن العلماء البراءة من أولئك الذين حضروا كسفراء وغيرهم توقيع هذه الصفقة؟ نعم، هو العلماء أعلنوا ذلك، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدر بيان رافضا فيه هذه الصفقة، ورافضا فيه كل البنود التي جاءت فيها، ورافضا كل ما يتعلق بها، فهو مرفوض من العلماء ورفضوه، ولا وليس هناك من يقر بهذه الصفقة ولا يرضى بها، ولا طبعا هذا لا يقول به أحد، لكن العلماء قوتهم وما عندهم فقط هو التوضيح والبيان وتوضيح الحكم للناس وإعلام الناس بذلك. فالعلماء رفضوا، ورفضوا هذه الصفقة، ورفضوا كل ما يتعلق بها، وهو مرفوض كذلك من أي مسلم، فليس هناك مسلم يرضى به، وليس هناك مسلم يقر به، لأنه الرضا به هو الرضا بالاحتلال، وليس هناك أحد يرضى باحتلال أرضه، والإقرار به هو إقرار بالاحتلال، وليس هناك من يقر باحتلال أرض إسلامية كيفما كانت في أي بلاد كانت، وحتى ليس هناك من يرضى بأي احتلال لأي بلاد كيفما كانت. نعم. حنيجي للسؤال الثاني لأبو شريف، بس بعد ما نأخذ سؤال عبد الرحمن من فرنسا. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الكريم، الله يبارك. مرحبا. الله يحييك. أخي عدنان، لأد السفراء اللي هما مشاو عند ترامب ويعني ورحبوا بالقدس ترجع لإسرائيل، ورحبوا بالفلسطينيين يهجروا من بلدهم، لماذا العلماء المسلمين كما قال الأخ يعني يأدبوهم أو يعني أو شنو يعمل أو بس هما بالمناسبة عبد الرحمن، هؤلاء السفراء على رواية تبع على رواية القحطاني، هؤلاء لا يقدحون من رؤوسهم. يعني هل تعتقد أن سفير أي دولة يذهب إلى اجتماع في مثل هذه الحساسية دون أمر من رئيسه أو الحاكم؟ يا أخي عدنان، من شوف رؤساءهم هم اللي أمرهم، هذا منافقين، هذا يا أخي منافق، رؤساءهم هم اللي بعثوهم، هم اللي وفقوه اليوم، لأن هذا قدس قبلتنا يا إخواني، القبلة لأن قبلتنا قد يدوا لنا الكعبة يا إخواني، هذا يهود، والله العظيم أنا بريء منهم يوم القيامة، أنا بريء منهم، هذو صهاينة، هذو السفراء صهاينة وحكمهم صهاينة، أنا بريء منهم يوم القيامة. هذه المشاعر الجياشة من عبد الرحمن، وأنا متأكد أنه لو فتحنا الهواء 24 ساعة ما منخلص اتصالات، ولا منخلص بكاء، ولا منخلص مشاعر صادقة، خصوصا من إخواننا من المغرب العربي. الله يفرج الحال ويصلح حال هذه الأمة، ولكن هذا لا يكفي، لازم كل يبذل وسعه ضمن قدرته وطاقته، وكل أدرى بوسعه. معنا السؤال الآخر لعبد الله من فرنسا، يتحدث عن إعلان يوم للتظاهر. لا أعتقد أن عبد الله ما سمع الدعوات التي أطلقت من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومن باقي المؤسسات والروابط العلمائية للتظاهر الجمعة الماضية، وفي بعض الدول حسب ظروفها خاصة المدن الأوروبية تظاهرت السبت، كان عندنا مظاهرات الجمعة وكان عندنا مظاهرات السبت، لكن أنا واحد من الناس وما بعرف الشيخ شو رأيه، أرى أن هذه المظاهرات دون المستوى. صح. يعني إحنا في لندن في بعض القضايا كنا نطلع 10,000 واحد. نعم. الآن أمس كنا 200 واحد. نعم. في مدن أخرى كذلك، يعني في الأردن
اللي هي الأردن اللي 50% من سكانها فلسطينيين في أقل التقادير وكلهم متضامنين مع فلسطين، والأردن كله متضرر جدا من هذه الصفقة. يعني أحسن التقديرات بتحكي عن 1000 واحد خرجوا في المظاهرة يوم الجمعة. نعم، هو لا شك أنه ردود الفعل في الدول الإسلامية والدول العربية على هذه الصفقة أنها دون المستوى ودون المطلوب، سواء كان بالتظاهر والرفض، وسواء كان من وسائل الإعلام، وسواء كان من الحكومات، مع أن الحكومات هي راضية أو مداهنة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلا شك أنه أن ردود الفعل ما زالت دون المستوى ودون القيمة الحقيقية للقدس وللمسجد الأقصى وللقبلة ولقبلة المسلمين. فهذا ما ينبغي، ينبغي أن يكون، مع أن هناك من يقول المظاهرات ماذا تفيد وماذا سنستفيد من المظاهرات عن المظاهرات وفائدة المظاهرات. بعد ما نأخذ حسن من بريطانيا، تفضل يا حسن. فقدنا حسن. نأخذ الطيب من المغرب، تفضل الطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي سؤالي مش أنصحك واحد الكلام تقولي المغرب العربي. يا أخي نحن لسنا عرب. يا ريت تلغي صوت التلفاز، اسمعني وأسمعك عبر الهاتف فقط لأنه التلفاز عم بيعمل صدى في الصوت. إلغي التلفاز، اسمعني وأسمعك عبر الهاتف فقط. يا أخي عبر التحرير، إذا أرادوا أن يحرروا أرض فلسطين، لماذا لم يحرروا أرضنا من الغوثاء العرب؟ نعم صحيح. وشكرا. هذا سؤال مهم. أشكرك يا الطيب من المغرب. أذهب إلى محمد من سوريا. السلام عليكم أستاذ الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني يا أستاذ ما بعرف أنتوا القناة عندكم دائما عم تجيب تقارير وهيك شغلات، يعني ما فيها صحة، الأخبار كلها إشاعات. في إشاعة اسمها صفقة القرن ليست صحيحة. يعني التقارير اللي عم تجيبوها كلها مزيفة يا أستاذ. يا محمد اسمعني يا محمد، قبل ما تتهم القناة اتهامات كاذبة. محمد اسمعني، بلاش تنشر أكاذيبك على شاشتنا. إيش التقارير اللي منجيبها غير صادقة؟ أنا بتكلم معاك الآن عن صفقة قرن تباع فيها المقدسات والبلاد والعباد وكل وثائقها منتشرة على الأرض. هذه الوثيقة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ هذه الصفقة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ من يشارك بها خائن ولا ليس خائنا؟ خلي عندك كلمة حق في هذا الموضوع، سيبك من الاتهامات السخيفة. احكي في هذا الموضوع، سيبك من الاتهامات السخيفة. ماذا لديك حول الأمة الإسلامية وصفقة القرن يا محمد من سؤال توجهه لفضيلة الشيخ؟ أستاذ. نعم تفضل، ماذا لديك من سؤال حول الأمة الإسلامية وصفقة القرن؟ تفضل يا محمد. الله يسهل عليك يا محمد. مش عارف أنا يعني إيش اللي آخ الله المستعان. طيب، كان عندنا سؤال وصلنا فيه لمشاعر عبد الرحمن وصدقه. الطيب من المغرب يقول لك يا أخي حتى نحرر فلسطين لابد أن نحرر الدول العربية من الحكام الظالمين. هو يعني نحن نتكلم على حكام المسلمين بصفة عامة، لأن قضية المسجد الأقصى وأرض فلسطين هي قضية إسلامية وليست قضية عربية فقط، بل هي قضية إسلامية تعني كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على أي بقعة كانت، فليست فقط هي قضية عربية بل هي تعني جميع المسلمين، وكل مسلم هذه ينبغي أن يشعر أن هذه قضيته، وينبغي أن يشعر أن الأمر يعنيه، لأنها أرض إسلامية ومقدسات إسلامية، والقدس والمسجد الأقصى هي تعني كل مسلم وكل إنسان حر، حتى ولو كان مسلم كل إنسان حر يقف ضد الظلم ويقف ضد الاحتلال ويقف ضد الطغيان. نحن يا أخي نحن نعيش في هذا القرن الذي هو القرن 21، والمفروض أنه قرن حريات وقرن انتهاء الاحتلال وقرن انتهاء الظلم والطغيان والمستعمرات وغيرها. فالمفروض أن كل إنسان ينبغي أن يشعر في هذا الزمن بحريته، بحرية عقيدته وحرية شعائره وحرية تعبده واحترامه
وشعوره بجميع حقوقه، احترام بيته واحترام أرضه ومسجده أو كنيسته أو كنيسه، واحترام ديانته ومقدساته والأشياء التي يعظمها والأشياء التي يحترمها. لكن للأسف ما زال هذا الاحتلال قائم، وما زال حتى المسلمون وحتى غير المسلمين لا يستطيعون الوقوف أمام هذا الاحتلال، ولا يستطيعون رفع الظلم عن المظلومين في هذه البلاد. فهي مسؤولية على يعني أي مسلم وأي إنسان حر، أي إنسان حر ينبغي أن يشعر بالدفاع عن هذه الأرض. عمر من الجزائر. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وولينا وقائدنا. أما بعد، الحمد لله. يعني في الحقيقة بعض الناس يجهرون بالسوء، استغفر الله يعني من كلامهم. لابد من الاحترام لعقول الناس والاحترام في الكلام. هذه الصفقة أولا هي لم تأتي اليوم، أتت منذ 20 سنة، جاء ترامب لينفذها، أمريكان جاءوا لينفذونها. صفقة القرن بدأت في أصله، أصله هي بذاتها هي صفقة القرن، هي أول بنودها جميعا هي صفقة القرن، ويغلطون الناس وجاءوا لينفذونها. أما فيما يخص الأمة الإسلامية، يعني ينقص الوعي في الشعب وفي الشباب، خاصة الشباب الصغار. خرجت إلى الشوارع أسأل الشباب هل ماذا تعرفون عن المسجد الأقصى؟ لا يعرفون حتى كم باب لديها المسجد الأقصى، لا يعرفون عن تاريخها، لا يعرفون. أنا آسف على المقاطعة عشان الوقت، ما هو السؤال للشيخ؟ السؤال أن نحضر الشباب، نحضر جيل جديد، نربيه على الإسلام، منهم تخرج القادة، القادة للمستقبل الذين يقودون الأمة. تمام، نعلق على موضوع الشباب. حاضر، شكرا لك. وأذهب إلى طارق من هولندا. عفوا، طارق من هولندا كان معنا. السلام عليكم. تفضل طارق. وعليكم السلام. أتفق مع كلام الشيخ اللي قال لازم نصير نهضة إسلامية، هذا كلام صحيح. نعم. بس بالدرجة الأولى لازم يتحرك الشعب العربي الفلسطيني، يرجع على الحجارة، وهاي الحجارة من تبرر. بدون ما ندخل بهاي التفاصيل، عشان بدون ما ندخل بالتفاصيل لأنها بتدخلنا بمشاكل قانونية، بدون ما ندخل بالتفاصيل، إيش الشكل المطلوب ضمن يعني خلينا نقول أن يعود الشعب الفلسطيني للنضال من أجل حقه بالطرق المشروعة. طيب، ما هو السؤال للشيخ؟ ما أخذ بالقوة يرجع بالقوة. ما هو السؤال للشيخ؟ سؤالي إذا لم يتحرك الشعب الفلسطيني. تمام، يعني الأمة صدى لحراك الشعب الفلسطيني، هذه نقطة مهمة نعلق عليها. شكرا لك. أذهب إلى حسين من إيطاليا. تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وفي شيخنا الكريم. سؤالي لو تسمح أو طلب من شيخنا الفاضل، لماذا لا توحد جمعة خطبة جمعة موحدة في كامل أنحاء العالم عن القضية هذه، عن قضية صفقة القرن؟ تمام. سؤال موجه وطلب، نفس الشيء معناه. تمام، أشكرك على هذا السؤال يا حسين. نعلق سريعا لأنه الوقت دهمنا. طارق عمر من الجزائر يتحدث عن الشباب والاهتمام بالشباب. نعم، ما لا شك أنه لا بد من الاهتمام بالشباب والاهتمام بالنشأة والأجيال القادمة، خصوصا الأطفال. لا بد أن نربيهم على حب القدس وعلى حب أرض فلسطين وعلى حب المسجد الأقصى، وأن نغرز ذلك في نفوسهم وأن نربيهم على ذلك، لأنهم هم أجيال المستقبل وهم من سيتحملون المسؤولية في المستقبل. ولا بد أن يعرفوا قيمة المسجد الأقصى، ولا بد أن يعرفوا قيمة أرض فلسطين، ولا بد أن يعرفوا قيمة القدس. نربيهم على ذلك ويقرؤون عن ذلك وننشئهم على ذلك ونتحدث معهم على ذلك، فهذا طبعا لا شك فيه. تمام. حسين من إيطاليا يتحدث عن توحيد خطبة الجمعة. بنعرف إحنا الدول العربية خطب لها قوانين تعليمات، لكن المجلس الأوروبي للإفتاء، مجلس الأئمة المسلمين في أوروبا، لماذا لا يتفقوا على أمر كهذا؟ نعم، هو طبعا لا شك أن هذا مهم جدا، لكن هذا أمر لا يحتاج إلى اتفاق، لأنه من الأمور البديهية التي ينبغي لكل مسجد وكل إمام في المسجد سوف يخطب. وكانت لو كان كذلك لما طالب به حسين من إيطاليا. واضح أنه حضر خطبة جمعة ما لهاش علاقة في الموضوع. نعم صح، لكن لا شك في ذلك أن هناك بعض المساجد ربما يغفلون عن ذلك، أو ربما
تكون عندهم أولوية لخطبة أخرى. لكن لا شك أنه قضية القدس من أهم القضايا التي ينبغي أن يخطب عنها دائما، ليست فقط في موسم ولا في يوم واحد، بل ينبغي لأي إمام أو أي خطيب أن يكون عنده عدة خطب يخطبها في السنة ويذكر الناس بقضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى. أصبح الآن كثيرون يفتون لأنفسهم ويؤثرون السلامة، بيطلع لك فتوى من تحت الأرض بيقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أخف الضررين، أنا المسجد تبعي ممول من الدولة الفلانية، إذا أنا تكلمت بالموضوع الفلاني قد يقف التمويل فينقطع ذكر الله في هذا المكان فيحرم المسلمون، فخليني أنا أهدي اللعب علشان المسجد يستمر وما فيش داعي أحكي في قضايا الأمة، وبضلني أحكي لهم عن أحكام الوضوء وأحكام الطهارة. لا طيب، لو كان يعني يتحدث بما هو متاح لا أقول له يعني أنه يجعل كل كلامه عن المسجد الأقصى ولا عن القدس، لكن على الأقل يتكلم عن فضل المسجد الأقصى، يتكلم عن عن فضل مدينة القدس، عن فضل أرض فلسطين، عن حرمتها، عن البركة التي فيها، عن أهميتها، ولو مرة في السنة، وهذا أضعف الإيمان. فلا ينبغي أن تكون قضايا الأمة الكبرى مغفولة ومتناسة ولا يعلم بها أحد ولا يسمع عنها أحد، ونتكلم عن أشياء أخرى تانية. أشكرك جدا على هذه التوضيحات. سنقف مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نفتح المجال للأسئلة الفقهية المختلفة وليس فقط في الموضوع الذي تحدثنا به ابتداء. أرجو أن أكون قد وضعنا شيئا من الضوء على هذه القضية الحساسة التي ينبغي أن تبقى حاضرة في ذهن ونفسية وعقلية هذه الأمة أفرادا وجماعات. أشكركم، على أمل أن نلقاكم بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا، في أمان الله.